الراديو 90 90 هواها مصري. انا معاه على التليفون نجم مصر ونجم النادي الاهلي الكابتن محمد عماره. كابتن عماره صباح الفل. صباح الخير ابراهيم. اخبارك يا ابو الكباتن؟ وحشني كده. صباح الفل عليك وعلى الساده المستمعين. ربنا يخليك يا رب يا كابتن. عايز اقول لك هارد لك كمان. وحشني. اتفضل. عايز اقول لك هارد لك طبعا على النتيجه بتاعت مباراه امبارح، وبصفتك يعني احد كبار الاهلاويه ونجوم النادي الاهلي، خليني اسالك يعني هل السيناريو اللي انت شفته ده انت كنت مصدقه ويعني متخيل ان الاهلي ده بيتعمل في النادي الاهلي بيتغلب 5، والاسباب ايه من وجهه نظرك؟ لا طبعا هو السيناريو كان غريب جدا، وكان اخر يعني اخر حاجه نتوقع ان النادي الاهلي يخسر 5. يعني 5 دي نتيجه ثقيله. انا كنت امبارح بتفرج على الماتش مع ناس اصدقائي طيب في التجمع الخامس، وقبل اي مباراه كده بيبقى فيها تجمع باخد النتائج بتاع المجموعه الاعلى. يعني هي العصفوره قالت لي ان كانت عزومه، والله يسهل. هي كانت عزومه بس انا دايما قبل الماتشات لما بيبقى في معايا مجموعه قائد نتفرج بقول لكل واحد توقع. انا توقعت 2. توقعت النادي الاهلي يخسر 2. يخسر 2؟ مش يكسب 2. طب ليه بقى كان توقع كده؟ بصولي كده بصولي. والله انا بكلمك بكل امانه، يعني انا اتفرجت على فرقه صن داونز، لقيتها فرقه قويه جدا جدا. تابعت معظم ماتشاتها اللي كانت في المجموعه. فرقه عندها هدوء وعندها لعيب الكوره، يعني اول مره اشوف صن داونز من فتره طويله بيملك مجموعه من لعيبه الكوره اللي هم المهره، اللي عندهم مهارات اللي يقدروا يتحكموا في الكرة بشكل كويس. فكان عندي هذا التخوف، انما طبعا كنت اتوقع انها تبقى 5. لا طبعا يعني اكتر المتشائمين 5 دي صعبه جدا على النادي الاهلي. يعني ما حصلتش. انا في 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 مشواري كله سواء كنت لاعب او دلوقتي مشجع للنادي الاهلي، ما شفتش النادي الاهلي خسر 5. يعني دي اول مره بالنسبه لي احضر الهزيمه الثقيله دي. صحيح صحيح. فبالتالي النهارده لازم الجهاز الفني يتحمل المسؤوليه كامله مع اللعيبه. يعني اللعيبه والجهاز الفني لازم يبقى المسؤوليه ملقاه عليهم. يعني امبارح احنا يعني بنتفرج على تقسيمه مش كره قدم. اللعيبه بتلعب بتاع صن داونز بيلعبوا علينا بشكل يعني ملعب خماسي مش ملعب 11 و 11. صحيح. بيلعبوا في 18 والباص، وحتى الجول الخامس شوف جاي ازاي. غريب جدا. والرابع. غريب جدا يعني جدا. يعني الراجل رايح وعامل بالعرض وبيباص في السته بتاعتنا مش في ال 18. ففين النهارده خط الظهر؟ وفين الناس بتوع نص الملعب؟ فين الضغط على المنافس؟ فانا قلقان من اول البطوله على فكره، لان النتائج ما كانتش مطمنه. النتائج اللي هي الماتشات الخارجيه بالنسبه للنادي الاهلي كلها ما فيهاش مكسب يا ابراهيم. ايوه، ما الراجل خسران ثلاث ماتشات. بيتا كلوب خسرانه، الشبيبة التستاويره الجزائري متعادل معاه هناك. صح. فبالتالي النهارده انت في مؤشرات ان انت خارج ملعبك انت ضعيف. فالنهارده برضو لاسارتي يتحمل مسؤوليه تغييراته امبارح، كان غير موفق فيها خالص. يعني تغييراته ثم تشكيله اللي بدا بيها طبعا غير موفق تماما. النهارده انت في اول ربع ساعه ولا اول ثلث ساعه بتخسر 2 وما عندكش حلول. يا اخي ده قالب بيه في الكوره اللي احنا اتعلمناه. أيوه. اسحب واحد من اللي قدام ونزل واحد في وسط الملعب يقفل لك وسط الملعب. عندك نعم الثلاثه موجودين سواء السوليه او رمضان صبحي. ومين تاني؟ السوليه ورمضان صبحي وكان اسحب حد منهم. فبالتالي اسحب واحد من اللي قدام واقفل خلاص، اقفل خالص، العب باربعه وما يبقى معاك الكوره، وعلى الاقل اخلص الماتش ده وانا مغلوب بنتيجه يخسر 2 تقدر اعرف اتعوض. يعني اعرف اعوض تقدر تعوض هنا في القاهره، انما تسيب الموضوع وتقعد زينا زيك انت قاعد بتتفرج على المباراه كمشجع كمتفرج ولا مشجع. لا طبعا تغييراته كلها متاخره، حتى اثناء البطوله. طيب اثناء البطوله انت بتغير الراجل، هات لي كل الماتشات اللي فاتت كده هتلاقيه بيغير في الدقيقه 70. الدقيقه 70 ده رقم مميز بالنسبه لصارت في تغييراته. طب انت ليه في الدقيقه 70؟ يعني ليه يا اخي؟ انت دلوقتي قاعد بره وشايف ان الفرقه مفتوحه من ناحيه مثلا اليمين،
امبارح عمل تغيير غريب، انا بالنسبه لي تغيير غريبه بتاع خروج هاني ونزول ناصر ماهر. طب يعني هاني ماشي كويس جدا، الهجمات من ناحيته اقفل معاه، قول لفتحي اديله بس تعليمات مايل عليه، فتحي يقفل جنبه ومايل عليه انما اروح مطلع الولد وهو الوحيد اللي بينقلني نص الملعب الهجومي بتاع المنافس بتاع فريق سان داونز. وامبارح الفرقه كانت لا على الاطراف شغاله ولا في وسط الملعب شغاله ولا حتى في القدام شغال. فين علي معلول امبارح؟ علي معلول يعني ما هو خلي بالك الماتشات الثقيله هي اللي بتبين اللعيبه الدوليه واللعيبه القويه واللعيبه الجامده واللي عندها خبرات. فاللعيبه اللي عندها خبرات امبارح علي معلول انه امبارح ما كانش قبليه ماتش الاتحاد جايب جول هايل و100 100، انما برضو قبل ماتش الاتحاد لغايه الدقيقه 80 ولا 82 ما كانش موجود. فالنهارده انا بكلمك على لعيبه لازم يبقى لها تاثير. اجايه تحس ان هو بيشيل رجله بالعافيه. رمضان لا، رمضان لازم يبقى مؤثر اكتر من كده. ايوه فالنهارده انت بتجايب لعيبه ابراهيم كمان، النهارده واحد زي حسين الشحات انا برضو ده يعني علامه استفهام. جايبه دافع فيه 140 مليون ولا 160 مليون غير اللي خده، يعني صفقته كلها مكلفه رقم كبير. واعرف ان يقول لك المدرب مش مقتنع بيه. طب بقى الكلام ده بقى بيتردد بشكل كبير جدا جدا انه لسارتي مش مقتنع بحسين الشحات. وخلي بالك لعب ماتش الاتحاد يعني كان بدا يفوق. وخلي بالك حسين الشحات انا بكلمك اهوت وانت تثق في رايي طبعا، يعني اشتغلنا وقعدنا مع بعض في استوديو كتير. طبعا حسين الشحات من اللعيبه اللي هتفيد النادي الاهلي في السنوات اللي جايه. سيبوه في الملعب يا جماعه، حلو وحش سيبوه. الخضه كبيره يا ابراهيم طبعا، الخضه بتاع الرقم طبعا، بتاع الرقم اللي جاي بيه شغليه. خلوه ينسى بس الموضوع ده. النهارده فينا احمد الشيخ بره الفرقه خالص. ايوه لعيب كويس ولعيب مميز والله، لعيب جامد. مش ده لعيب جامد، ده لعيب جامد هايل. هايل جامد. وديت اعراض بره ما كنتش كنت انت في حز الاحتياجات ليها. يعني مش عارف يعني انا برضو من ضمن الحاجات اللي انا ما بفهمهاش الاتحاد ابراهيم. يعني طب اقول عمار صغير في السن برضو، بس من ضمن الحاجات اللي انا ما بفهمهاش مؤمن زكريا. ليه بقى مؤمن زكريا؟ ليه انت خسران واحد زي مؤمن زكريا؟ خلي بالك مؤمن زكريا انت بتتكلم في واحد، برافو عليك، انت بتتكلم في واحد بقاله اربع سنين او خمس سنين هو اللي بيكسب النادي الاهلي في الماتشات الافريقيه، هو اللي بيكسب النادي الاهلي في ماتشات اهلي وزمالك، هو اللي بيعمل الفرق دايما في الماتشات المحليه بشكل قوي جدا. مره واحده كده انت تخلص عليه. يعني ازاي احنا تعودنا طول عمرنا في الاداره حتى في النادي الاهلي لما الاداره تبقى المدرب لما ما بيبقاش محتاج لعيب ولو كيان في الفرقه الاداره بتجبر المدرب ان هو يقعده انما يلعب ما يلعبش ده بقى بتاعه المدرب. احنا تعودنا كده. ايوه انما ما يبقاش العقاب او الجزاء ان انا امشي لعيب زي مؤمن. يعني مؤمن من اللعيبه اللي بصراحه النادي الاهلي خسرانها طبعا. فين ازارو؟ ازارو في الانعاش مش عايز ما حدش عايز يطلعه. يعني انت فين ازارو؟ هداف الدوري، اللعيب اللي بيصنع لك الفارق، اللعيب اللي كان مع حسام البدري مقصر خس النص بامكانيات. يعني هو مع حسام البدري بصراحه كان وصل للتوب ليفل، يعني ما اعرفش ايه الحكايه طبعًا. برضه طبعا وعندك 14 لعيبه باين في نص الملعب. انت مش مستفيد منهم. انا عديتهم بالظبط 14 لعيب وعدهم لك لو عايز. يا ريت، بس 14 ده رقم فلكي ده. السولية وناصر ماهر وحمودي وحسام عاشور ورمضان صبحي واجاييه، يعني في اسماء. انت بتتكلم على الاطراف كمان، الاطراف اللي والاطراف كل الاطراف ونص الملعب. هو لاعب في الطرف ولاعب نص ملعب. ايوه النهارده انت بتتكلم في ماتش الاتحاد انت مغير 7 لعيبه مره واحده في الهيكل الاساسي بتاع الفرقه. ودخل 7 وانت داخل على مباراه صعبه جدا زي فريق سان داونز. النهارده المدرب او مدير الكره بتاع سان داونز قال لك ايه؟ اول تصريح ليه انا قاريه امبارح قال لك ان من اهم احد اسباب نجاحنا ثبات الفرقه بتاعتنا. ثبات التشكيل وثبات. ايوه بس يعني بص يا كابتن عماره، في الجزئيه دي تحديدا انت ما تقدرش تلومه، ده راجل بيلعب كل 3 ماتشات كل 3 ايام ماتش، فاللي هو فكره انه يبقى يدفع بمجموعه من اللاعبين علشان يريح افريقيا. ما يعني ماشي يعني. انت ياسر ابراهيم ده بعيد قوي يا ياسر ابراهيم ده بعيد. سعد سمير برضو اتصاب وبعدين يعني مش عارف. ايمن اشرف في الحته دي برضو احنا عايزين اتنين سردباكات
زي سمير كمونة كده ووائل جمعة ووائل جمعة والناس دي. فين بقى الناس دي بقى؟ فين بقى الناس دي؟ هو المواصفات دي خلصت المدرب العام. المواصفات دي خلصت باك، وانا لعبت ضد لعبت معاه لعبت هو جنبه هو ضد سردباك. كان ما في ممنوع حد يعدي منه، ممنوع ممنوع. انا امبارح اتفرج على النادي الاهلي في ال 18 الناس بتباصي في الستة بيعملوا دبل باص وكعوب خلي بالك كده ربنا بيحبنا. امبارح النتيجه بعد الفرص اللي ضيعت كانت ممكن تبقى كارثه. يعني انا قلت كده النتيجه دي ده لولا تالق الشناوي كان في اربعه كمان فوق الخمسه. يا جماعه لازم لازم الاداره تراجع حساباتها في الاختيارات بتاعه اللعيبه. لازم هم الراجل اللي بيمرن الفرقه هو اللي يجيب اللعيبه ابراهيم. ايوه بس هو برضو ما هو برضو تاخد بالك اللي جاي مين؟ ما هو اللي جاي مين؟ اللي جاي رمضان صبحي نجم. انت ما استفدتش من واللي جاي حسين الشحات واللي جاي جيرالدو لعيب جامد والراجل اللي اسمه مروان صلاح محمد 40 مليون ولا فين هو؟ فين الولد محمد اللي هو بتاع وادي دجلس؟ محمد الشريف. محمد الشريف فين؟ في لعيبه النادي الاهلي فيه مجموعه من اللعيبه اللي من احسن لعيبه في مصر وفي كل مركز 2 3 ودايما بقول في كل مركز 2 3 واقصدها ان رقم واحد غاب هتلاقي رقم 2 زيه. هاني غاب هتلاقي فتح هتلاقي باسم. معلول موجود هتلاقي وحيد اللي جايبينه وايمن اشرف ناحيه الشمال ساعات بيعتمد عليه. في وسط الملعب هتلاقي الزخم اللي انا قلت لك عليه. فالنهارده ما انت ما بتتكلمش على لعيبه. الناس الاداره وفرت كل حاجه، جابت لك لعيبه، جابت لك صفقات بفلوس عاليه جدا. انت بقى فين؟ انت بصمتك انت كمدير فني. صحيح. صباحك زي الفل يا كابتن محمد، واتمنى ان شاء الله باذن الله الاهلي يكون عنده القدره على التعويض على اعتبار الشكل يعني مش الموضوع كله، لانه انا بتهيالي وما اعرفش هتوافقني الراي ولا لا، مساله انه الاهلي يكسب خمسه او سته في الكوره مش مستحيل بس صعبه جدا. ما هي صعبه وفي نفس الوقت طالما في امل وموجود ولو الواحد في 100 اشتغل يعني عليه موجود اشتغل عليه. ده كوره هي اللي علمتنا كده. صحيح. فربنا يسهل ان شاء الله ان اللعيبه بس يعني يبقى عندها تحمل المسؤوليه، لان انا امبارح شفت فرقه مش هي دي لعيبه النادي الاهلي. مع احترامي انا ما انا 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 مش بقصوا عليهم بس لعيب النادي الاهلي ما يخسرش خمسه. ده اللي انا اتعلمته في النادي الاهلي واللي انا عشته في النادي الاهلي، ان لعيب النادي الاهلي حتى لو خسرت وانت وحش ما تخسرش خمسه. صحيح. دي نتيجه صعبه علينا قوي كاهلاوي. صحيح قوي. وخلي بالك اللي بتاذي منها احنا كلنا. طبعا. مش اللعيبه بس. طبعا 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 يعني طبعا. النهارده انا رايح شغلي وماشي في الشارع الناس بتلومني انا. يعني احنا اللي بنتاذي في الاخر لان احنا بننتمي لهذا الكيان. يعني حرام ان احنا في النادي الاهلي تعودنا دي صعبه، نتيجه صعبه علينا. صحيح. فأتمنى ان شاء الله ان هم يبقى يعني عندهم مسؤوليه ان شاء الله تجاه جماهيرهم والاداره ومحب النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن عمار انا بشكرك شكرا جزيلا انه صباحك زي الفل. بشكرك شكرا جزيلا. نجم مصر والنادي الاهلي كابتن محمد عماره وتعليقاته وتعقيبات مهمه جدا على هزيمه النادي الاهلي بالامس واسبابها.